المين جول بتاعي في الاورثودونتيك ايه؟ ركزوا بقى في الكلام ده لانه الكلام ده مهم جدا. المين جول بتاعي يعني انا هدفي الاساسي، هدفك الاساسي ايه؟ شايفين العلم الحاجتين اللي انا معلمه لكم باللون الاصفر، ركزوا فيهم قوي. create and maintain، create and maintain، تمام؟ as far as possible. يعني ايه يا دكتور؟ يعني انا دوري في علم التقويم او من خلال دراستي لعلم التقويم كمتخصص في علم التقويم، هيعمل العلاج في علم التقويم، هيعالج مريض في علم التقويم، مش بس ان انا للحظة ان انا مجرد من خلال ان انا شد الواير واركب البراكت وشد الواير الاقي الاسنان بتتحرك ورجعت لوضعها الطبيعي. انا كده عملت كرييت، انا كده عملت كرييت ا نورمال او بروبر انفايرومنت فور بروبر فيسيولوجيك اكتيفيتي. يعني ايه يا دكتور؟ الاسنان طول ما هي مش في وضعها الطبيعي، طول ما المريض، يعني تخيل معانا كده الراجل اللي كان الفكين بتوعه عاملين كده، الراجل ده حاله هتعرفه بعدين في المستقبل ان هي حاله اسمها حال كلاس 3 زي ما حضراتكم شايفين كده. حال كلاس 3 في ايه ده يا دكتور؟ الراجل ده عنده ضب، شايفين اللور ارش عامل ازاي؟ شايفين اللور ارش عامل يعني منظر يعني صعب يعني. فالراجل ده للاسف يعني او لو كان بنتي كمان الوضع يكون اسوء اكتر، طبيعه اكله، طبيعه الفيشال اكسبريشن بتاعته، تعبير وشه، طبيعه عظمه مع علاقه عظمه بعضه بعضه، كل الحاجات دي متاثره تاثر بالغ. طيب انا بقى دوري ايه في التقويم؟ ان انا اعمل نورمال او بروبر انفايرمنت فور بروبر فيسيولوجيك اكتيفيتي، ان انا من خلال شغلي اللي انا المفروض اتعلمه المفروض احول الحاله دي لحاله من الصوره دي لصوره مختلفه تماما لسه هنتعلم، اللي هي الصوره النورمال اللي انا لسه هعرفها، تمام؟ انا بس مش بس دوري كده، لا، ان انا مش بس ان انا اعمل كده، لا، امينتين ده. يعني ايه تمينتين ده؟ يعني مش مجرد انك النهارده بعد سنه من العلاج الحمد لله الحاله تحولت من الصوره اللي حضراتكم شايفينها لصوره تانية، جميل جدا. طب ماذا بعد 6 شهور؟ انا هفك البراكت وهشيل الواير، ماذا بعد 6 شهور؟ هل هيفضل الوضع على ما هو عليه ولا هيسوق مره تانية؟ انا هو ده بقى معنى كلمه كرييت اند مينتين. حاجة اسمها long term stability. يعني ايه يا دكتور long term stability؟ يعني انا النهاردة انت كويس من خلال العلاج وكمان هتفضل كويس في المستقبل. ليه؟ لان الاسنان اكثر حاجة عرضة للتغيير. يعني ببساطة ليه بنقول الكلام ده؟ المريض اللي اسنانه في حالة مال اوكلوجن وبقى له 20 سنة عايش بيها كده وهي تأقلمت على هذا الوضع، شفايفه ولسانه وكل حاجة عنده تأقلمت على هذا الوضع، لما انت تغير هذا الوضع وتشيل ايدك وتسيبه ايه اللي هيحصل؟ ممكن حاله المريض الانفايرمنت المحيطه بالاسنان ترجعها تاني للوضع السيء اللي كانت عليه قبل كده. فانا بقى من خلال دراستي مش بس عينيا ان انا احل المشكله، لا، تحلها ويفضل حل مستدام، مش حل وخلاص، لا، حل مستدام. فده معناه كلمه كرييت اند مينتين عشان يبقى عندي حاجه اسمها لونج تيرم ستابيليتي ا نورمال انفايرمنت فور بروبر فيسيولوجيك اكتيفيتي. عظيم عظيم. طيب as far as possible يعني ايه؟ يعني عشان تعرف ان الكلمه دي معناها ايه، ان في عندي حاجه اسمها نورمال وعندي حاجه اسمها ايديال. النورمال ان ده وزن الاكسبتد فاليو. يعني انا بص كل اللي هيجي ابقى يعني مثلا في محاضره الساعه 10 فانا اقول لك كل اللي هيجي قبل الساعه 10 لا، كل اللي هيجي لحد 10 و5 او 10 وربع ده مقبول، لكن اللي هيجي 10 ل 5 ده ايديال حاجه، ده احسن حد خالص، ده اللي هيجي قبل المحاضره ما بتبدا. ففي فرق بين الايديال والنورمال. النورمال اللي هو ممكن يكون اكسبتد، الايديال مش كل مره هنقدر نوصل له. فاحنا هنا بنتكلم ان انا اصفر از بوسيبل اقصى درجه نورمال ينفع توصل لها، احسن حاجه ممكن توصل لها هي دي اللي توصل لها، بحيث ان هي تكون تمثل لك النورمال انفايرمنت فور بروبر فيسيولوجيك اكتيفيتي وتكون من مينتينابل، يعني بتديك اللونج تيرم ستابيليتي اللي احنا اتكلمنا عليه. بخلاف ده يبقى اللي انت هتعمله ده ملوش اي لازمه ونتيجته هتكون في الفاضي. ليه يا دكتور؟ عشان النورمال انفايرمنت دي هتكون هي افضل حاجه للاسنان وللانفستنج تيشو اللي هو العظم اللي موجوده فيه الاسنان، والاورال سوفت تيشو اللي موجوده حوالين الاسنان، والفيشال استاتكس اللي هو التعبير الوجه اللي بالتاكيد هتنعكس على الاسنان، والماستيكاتور افشنسي اللي في النهايه برضو هتنعكس على الاسنان يا دكاتره، واللي هتنعكس بانعكاس علاقه الاسنان بعضها البعض. يعني انا اتذكر جات لي مريضه او جات مريضة عندنا في العيادة، كان من احنا بنشتغل عادي بقى حشو عادي جدا، فهي جاية بتقول يا جماعة انا عندي حاجة كده يعني نقطة سودة في اسناني. هي عندها فرح كمان فترة، فهي جاية طبعا يعني من ضمن الحاجات اللي بتعمل على تشيك اب اسنانها يعني، فايه فيلا طبيعي لو جلسة تبييض العروسين، مش تبييضهم لا، تبييض اسنان العروسين. فدي من ضمن الحاجات اللي بقت اساسا اساسيه في الزواج اليومين دول، يعني هم بيهتموا بكل حاجه الا اللي هيتجوزوا يعني، بس ما علينا. المهم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. في النهايه فهي متخيله ان هي محتاجه ان اللون الاسود، هي عايزه تقول اللون الاسود ده انا عايزه اعالجه وعشان شكله مش عاجبني.
عشان شكله هي متخيله ان اللون الاسود دي لما كل ما تيجي تضحك هو اللي مبوظ شكلها، هي مش راضيه عن ضحكتها فهي متخيله. فالمشكله طيب خلاص تعالى نعالج اللون الاسود ونعمل الحشوه بعد ما الكيرس ده اتشال وعملنا الحشوه، لا برضو لا لسه ضحكتي مش احسن حاجه، انا مش راضي عنها. طب ليه بقى؟ فنقعد نتكلم ونفضفض كده ونشوف مش نفضفض مع بعض، لا نتكلم بشكل مستفيض يعني، اللي هو في النهايه بعد ما نصور وكذا كذا، انت حضرتك واخده بالك ان انت عندك الاسنان روتيتد، واخده بالك ان عندك ابنورمال اوفر جيت، عندك الاسنان بارزه شويه بره، لا بجد انا مش واخده بالي، هو بس انا كان قلبي حاسس كده، لا طب بصي كده المفروض الصح يكون كذا وكذا وكذا. فلا انا يعني فكره انك انت تعرف تتكلم مع المريض وتوجهه ان الفيشال اكسبريشن نفسها بتاعتها، طب صورك حالات مشابهه ليكي قبل العلاج وبعد العلاج، شوفي قبل العلاج كانت عامله ازاي وبعد العلاج كانت عامله ازاي، ايوه انا عايزه ده، هو ده هو ده حل المشاكل. طبعا الوش تماما ممكن يتاثر تاثر بالغ جدا بالتقويم ايجابا وسلبا، لو عملت التقويم صح ممكن يخلي الوجه افضل، ولو عملت التقويم غلط او تعاملت بصوره خاطئه ممكن الوضع يكون اسوا بكتير من زي قبل. ففي النهايه ده مما لا شك فيه ان الفيشال اكسبريشن بتاعه حضرتك هتتاثر، علاقة الأسنان بعضها ببعض والبون وسوفت تيشو والماسكاتور افشنسي، كل الكلام ده بيشارك في تكوين ما يسمى البروبر انفايرومنت فور فيسيولوجيك اكتيفيتي، النورمال انفايرومنت فور بروبر فيسيولوجيك اكتيفيتي زي ما اتفقنا مع بعض. طيب في عندي حاجه بقى اسمها الايفيدنس بيزد اورثودونتيك. يعني ايه كلمه ايفيدنس بيزد؟ ايفيدنس بيزد دي هتسمعها في اي حاجه، ايفيدنس بيزد بيدو، ايفيدنس بيزد في الجراحه، في الاندو، في الاورثو، في اي حاجه. كلمه ايفيدنس بيزد يا جماعه ببساطه شديده جدا هي قمه الهرم اللي حضراتكم شايفينه ده، ده الهرم ده، ده في حد يعني عالم يعني اتكلم في هذا الامر وقال انه بصوا يا جماعه احنا حابين ان احنا نعالج حاله ما. انا جالي حاله وبتقول لي يا دكتور انا عندي مشكله ما، والمشكله دي احنا يمكن مش من الحاجات اللي احنا بنتعامل معاها بشكل مباشر، يعني حاجه جديده علينا مثلا وليكن حاجه ما نعرفهاش خالص، انا كنفسي انا كدكتور ما اعرفهاش. حلو جدا، فطبيعي احنا بنعمل ايه؟ يعني جالي حاجه انا ما اشتغلتش بيدو قبل كده، فانا عايز اشتغل بيدو يا جماعه، البالبوتومي ده بيتعمل ازاي؟ فوالله قمت نازل بوست على جروب يا جماعه بسم الله الرحمن الرحيم، اي جروب من الجروبات بتاعتنا، انا جاي لي حاله وام صور صوره كده بتليفون مهزوز من غير اي هيستوري ومن غير اي انفورميشن من اي نوع، ويا جماعه الحاله دي اعمل معاها ايه؟ بس وتلاقي بقى طبعا كله داخل يتكلم، الطلبه بتوع سنه اولى بيدخلوا يتكلم، عيب، مش هو لابس بدله؟ مش صورته على الفيسبوك ان هو لابس بدله؟ اتكلم يا باشا، اعمل اللي انت عايزه، مش هي لابسه ما شاء الله؟ اتكلم يا جماعه، هو حد عارف حاجه؟ في فاكالتي اوف دنتستري، يا الله اخويا باشا اتكلم يا حب. طب بنعمل ايه بقى؟ بنفتي، وكل واحد ايه يعني يهبط بما اذن الله له، يعني اتكلم وقول. واستغرب انتوا بتتكلموا بناء على ايه؟ العلم ده اللي انتوا بتقولوه الكلام غلط 100% غلط، واتكلم واتكلم. واللي بيفهم الناصح شويه يقول له يا ابن الحلال يا دكتور يا غالي لو سمحت المعلومات اللي انت حاططها انت محتاج مننا ايه؟ زي بالظبط لما كان مريض اخرس جاي لك لا بيتكلم ولا انت عارف تكشف عليه ولا اي حاجه، وجاي بيقول لك ايه دواء جعني وبيشاور لك عليه، طب انا هعمل ايه يعني؟ من غير اشعه ومن غير فحص اكلينيكي ومن غير كلام واعرف شكوتك واعرف انا هعمل ايه؟ انا ممكن اعمل ايه؟ انت منزل البوست ده ليه؟ المهم في النهاية نفترض ان الدكتور نزل البوست ونفترض ان الناس بدأت تتجاوب معاه، فكل واحد هيبدأ يتكلم بخبرته انه يقول له بص انا جات لي حالة مشابهة كده وكان الحل معاها كذا كذا كذا، وانا اصلا ما عملتلاش فولو اب، بس هو الحل اعمل بس وملكش دعوة. ممكن يكون اصلا المريض يعني هو اشتكى من اللي انت عملت له ده بوظ له كل الدنيا خالص، وراح لدكتور تاني وقال له عليك قال عليك ان انت دكتور حمار وقعد يشتغل له هو وما جالكش تاني وانت متخيل ان هو تمام مظبوط، بس ده مش حقيقة للاسف. كل يعني انا لو قعدنا نعد الحاجات الغلط اللي ممكن تحصل او اللي بتحصل اكشوالي في مهنتنا يعني حدث ولا حرج، بسبب عدم التخصص وبسبب ان كل واحد بيتكلم بما اذن الله له بدون اي مراعاه للجانب الطبيعي او الجانب الاكاديمي في الموضوع، يقول لك ده اصل ده شغل سوق وده شغل اكاديمي، وطبعا دي مغالطه كبيره جدا للاسف. يعني المفروض انا عندي حاجه اسمها هيراركي اوف ايفيدنس. يعني ايه يا دكتور؟ يعني التسلسل الزمني للادله. يعني ايه يا دكتور؟ مش فاهم. يعني شايف دي هرم، الهرم ده في مراحل كده، قمه الهرم هي افضله واقل حاجه في الهرم هي القاع بتاعه او القاعده بتاعته. يعني ايه؟ يعني لما نيجي نقول ان انا عندي حاله عايز اتعلم ازاي اتعامل معاها، اقل حاجه يمكن اعتبرها كمرجع ان انا اعتمد عليه في ان انا اعرف ازاي اتعامل مع حاله هو ان حد يقول لي الكلينيكال اكسبيرينس بتاعه، ان حد يقول لي بص انا رايي كذا، او انا عملتها ونفعت، او اصلا انا شفت حد قال لي، او في حد بلغني، او كنت شفت بوست على الفيسبوك بيقول كذا. ده اقل حاجه، اقل مرجعيه يمكن الاعتماد عليه، او رايي اصلا انا جربتها ونفعت، اصلا انا عملتها ومشيت معايا، اصلا انا بقى لي 10 سنين شغال كده وما قالتش لا.
مفيش حاجة اسمها كده أبدا في المرجعية العلمية. ده بالنسبة لنا اسمه الاكسبرت اوبينيون، ده رأيي، ده قمة الغرور اللي هو أنا شايف كده، أنا شايف كده وخلاص وما عنديش استعداد إن أغير ده. طيب إيه بقى قمة هذا الهرم التسلسل الزمني للأدلة ده؟ إيه أكبر، إيه أحسن حاجة اللي هو سيرتيفايد، اللي هو بص خده وما تدورش وراها، اللي هو ده بالنسبة لك يعني مسلم لا يمكن حتى الطعن عليه. ليه؟ اللي هو السيستميك ريفيو. يعني ايه السيستميك ريفيو؟ السيستميك ريفيو يعني احنا في الجامعات وفي الدراسات العليا وفي الماستر وتم عمل مئات التجارب عليها، اختبرناها 100 مره وعملناها وفي كل ولا واختبار منطقي، مش اختبار اللي هو طب ما بتاع العياده اختبرها، لا بتاع العياده ما اختبرهاش الاختبار عشان يتعمل في حاجه اسمها الكنترول جروب وفي حاجه اسمها البلاسيبو، ولازم ان في ناس نتابع معاها الموضوع بالعمل النفسي وفي ناس نتابع معاها الموضوع بالاجراء الطبي المظبوط، ولازم نتابع الناس دي في نفس الظروف في نفس البيئات ونعمل لها فولو اب لمده كام سنه ونتابع معاها ونجرب التجربه دي في بلد وفي بلد ثانيه وفي بلد ثالثه ونقعد نجرب لغايه لما يبقى عندي نفس النتيجه بتطلع كل مره، يبقى انا اعتمدتها كمرجع ليا بالابحاث والتجارب العمليه المثبته والمتفق عليها، الجميع اتفقوا عليها. فنفس الموضوع ده لو اتعمل هنا او اتعمل في اي بلد تانية هديك نفس النتيجه لانه حاجه مثبته علميا. فكل ما درجه الحاجه اللي انت اللي بتدور عليها دي او الحاجه اللي انت عايز تعملها دي انا عايز احل المشكله، كل ما الدرجه اللي انت بتدور عليها مثبته علميا كل ما يكون ان شاء الله الحل ده مناسب 100%. اما حته الراي والاكسبكتيشن بتاعي اصلا جربتها ونفعت، ده لا يمكن الاعتماد عليه في الاورسو. وبناء عليه يقول لك انا الاورسو التريتمنت بتاعي دايما لازم يكون ايفيدنس بيست، يعني انا مش هعتمد اي شيء في العلاج بتاعي الا الامور اللي على راس او على قمه الهرم اللي فيه ابحاث مثبته اثبتت صحه الاجراء الطبي ده وقالت بشكل مؤكد ان ده هو الانسب للحاله دي وهو ده التريتمنت المناسب. لكن حته انا جربتها ونفعت دي مش هتنفع معانا للاسف. فيقول لحضرتك الايفيدنس بيزد هي عباره عن انتجريشن بين مين ومين، الكلينيكال اكسبيرتايز او الاكسبيرينس بتاعه حضرتك لوحدها لا تكفي ولكن معاها السيستميك ريسيرش، يعني الابحاث المثبته والمتسلسله ومش بحث لا المستمره اللي هو كل ما يتعمل نفس التجربه وكل ما يتعمل نفس البحث تطلع نفس النتيجه. ففي النهايه خلاص احنا اعتبرناها ايفيدنس بيز، يعني مثبت حقيقه مثبته علميا، حقيقه مثبته علميا بالدليل القاطع وبالتجربه الاكثر المكرره اكثر مره نفس النتيجه كل مره. الكلام ده مش عندنا بس في الاورسو ومش في قسم الاورسو فقط، لكن في كل الاقسام. حضرتك عايز تعمل اندو، عايزين حضرتك تعمل بيدو، عايز تعمل اوبرتيف، عايز تعمل كراون، عايز تعمل اي حاجه الفينش لاين يبقى واحد ولا 1.2 ولا 1.3، روح اقرا الريسيرشز واقرا لما عملوها ايه النتيجه، ولما كل حاجه ممكن تيجي في بالك في حد غيرك فكر فيها وعملها قبلك غالبا بنسبه 99.9، وان لقيت حاجه ما حدش عملها غيرك اعملها انت ويسيبها لغيرك، او بس اتعلم ازاي تعمل الاختبارات بصوره صحيحه، لان الموضوع مش مجرد ان انا جربتها ونفعت، لان انت جربتها ونفعت دي في العياده، ايه الظروف المحيطه بيك، ايه الادوات اللي استخدمتها كانت معقمه ولا لا، احنا بنتكلم على حاجه غير القرص، مقدار القوه كانت قد ايه، حد عملت معاك فولو اب، المريض تابع معاك في البيت ولا لا، المريض التزم بتعليماته ولا لا، كل ده لازم يتم متابعته بصوره دقيقه 100%. يعني لدرجة احنا ممكن نعمل بحث يستمر 10 سنين بنتابع فيه المريض ومفرغين كل طاقتنا لكده. فما تقوليش انت عملتها بالكلينيكال اكسبيرينس ونفعت فيلا نجرب وننفع، لا مفيش حاجة اسمها كده، لا يمكن اعتماد ده اسمه اقل حاجه، دي اقل حاجه في الهرم المعرفي او في التسلسل الزمني للادله، لانه ببساطه شديده جدا يعني احنا بنجد ان هذا هو قمه الغرور ودي هي قمه الثقه. فاهمين يا دكاتره؟ تمام. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب وبناء عليه بالكلام اللي انت عملته له يا دكتور، هل يعتبر الاورثونتك من العلوم الصعب تعلمها؟ لا مش من العلوم الصعب تعلمها، ولكن هو من العلوم اللي محتاج تتفرغ لها تفرغ يديك المعرفة اللي ان شاء الله تقدر تتعامل بيها في علم التقويم. بمعنى هو مش صعب، هو مش مادة صعبة ولا هو قسم صعب ولا هو حاجة من اللي هو من الصعوبة بمكان، ولكن نقدر نقول ايه، انت محتاج تتعلم فيه معلومات كثيرة جدا 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 قبل ما تبدأ تتكلم. يعني في اي قسم تاني انت بتاخد المعلومة وتعرف تطبيقها وتقدر تشتغله بغض النظر عن باقي الافرع. يعني انت يكفيك ان انت تتعلم كلاس 1 امالجم، تعلمته كويس يلا روح طبقه، لسه ما تعلمتش كومبوزيت مش مهم، لكن عشان تعمل حركة زي دي في الأورسو مستحيل،
ليه؟ لان انا محتاج اتعلم حاجات كتيره جدا 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 جدا، لان القرار اللي انا هاخده الحاله دي بيبقى يعني في مالتي فاكتور بتتحكم فيه. فانت بقى لازم تدرس كل الفاكتورز دي مع بعض، وتدرس العلم اللي بيخدم عليها بالكامل بكل جوانبه، عشان اتخاذ قرارك مش هيبقى مبني على نظره واحده، لان عارف انت اللي هو يعني كانك انت بتيجي تظبطها من حاجه تلاقيها باظت من حته تانية، وده مش هينفع، ده مش هينفع. فالعلم التقويم للاسف بيحتاج منك وقت طويل قوي، ولكن هو الجائزه في الاخر انك لما تتعلم ده في الوقت الطويل ده وتاخد كل المعرفه دي، ان شاء الله قدرتك على اتخاذ القرار هتبقى بسيطه جدا. انت بقى عندك عارف انت وصلت لمرحله الاكسبيرت، خلاص انت بقيت ملم بالافكار اللي هتوجه حضرتك ان شاء الله خلال خطط العلاج اللي انت بتضعها. فدي حاجه مهمه جدا جدا. ولذلك برضو حتى بعد ما تقعد الفتره الطويله دي، انا ما بقولش ان بعد 5 سنين انت تحل اي مشكله، لا، برضو في حاجات هتقف عليك ولا زلت هتتعلم. والطالب العلم او طالب الطب هو متعلم الى ان يموت، حتى يوسط في قبره لغايه لما يقول كده خلاص رحم الله فلان قد كان وكان مكان، لازم يفضل يتعلم لحد اخر لحظه، وهيفضل يتعلم لحد اخر لحظه، مش بس في التقويم، في كل العلوم، لان احنا يعني احنا بنتعلم كل جديد، وكل جديد بيطلع كل يوم. فللاسف يعني هي طبيعه شغلتنا كده، وطبيعه المكانه اللي احنا فيها هنا، مش بس بنتكلم على طب الاسنان، حتى طب البشري والصيدلي وهكذا وهكذا، بس احنا طبعا وبشري يمكن اكتر شويه عرضه لهذه الامور. فيجب ان احنا نحط هذه النقطه في ذهننا، اللي عايز يمارس الطب بصوره صحيحه هيفضل يتعلم الطب لحد اخر يوم في عمره. طيب مفيش غير، يقول لحضرتك it's only way او only need a scientific way of thinking، يعني هي كل الفكرة انك ازاي تتعلم تفكر، لانه مختلف قوي عن انك انت قبل ما تقرر انك تدوس بنزين او لا، لازم تكون عارف ايه اللي قدامك، ازاي هتعامل معاه، ازاي تتحرك، مش مجرد يلا نجرب وربنا يحلها، لا مش هينفع. فلازم يكون عندك معلومات كبيرة جدا جدا. وذلك اللي بروح يحضر فيكم ماستر هيلاقي بيذاكر كل حاجة تقريبا في الكلية من يوم ما بدأت. عشان تحضر ماستر هتلاقي بتاخد 11 مادة من مواد الكلية، بتدرس دنتال ماتيريال ودنتال اناتومي ودنتال اسدوك ومايكروبول وهتدرس هيستولوجي وهتدرس فيسيولوجي، هيرجع كيف بدأ الخلق كل حاجة تاني من جديد، وهتتعلم كل الكلام ده كله. وبالجانب كل الكلام ده لازم تتعلم ازاي تكوميونيكيت مع البيشنت وتقدر تقنعه، وتعرف مش بس كده، انك تعرف هو بيفكر في ايه والاكسبكتيشن بتاعه من العلاج، وتوجهه صح، وتعرف هو اصلا غرضه ايه من اسئلته وغرضه ايه من علاجه، هل المريض ده هيلتزم معاك بالتعليمات ولا لا. يعني انت هتبقى معالج نفسي وروحاني وطبيب بشري وطبيب اسنان، هتبقى حاجات كتير قوي في بعض، وبتاع بايوميكانكس وبتاع دنتال ماتيريال، انت هتعمل كل حاجه سوا تقريبا مع بعض، وهي حاجه لذيذه وجميله. بس اللي حابب انه يكمل فيها هيكون ان شاء الله النتيجه بتاعتها ان شاء الله مردوده. السلايد دي هي السلايد الاخيره في هذا الجزء، بتتكلم عن ليه ما احنا ما ندرسش، ليه ما بنشتغلش بالتقويم بعد دراسته مباشره، ليه بنحتاج 5 سنين على الاقل. يقول لحضرتك لان دراسه التقويم لازم يكون ليها اكاديميكال ستادي مع سوبرفيجن يستمر على الاقل على الاقل اتليست 5 ييرز. ليه في الفايف ييرز ده بعمل ايه؟ مش هذاكر نظري بس، هتذاكر نظري وتبدا تشتغل حالات سيمبل في سيمبل، وبعد كده تبدا تعلي درجه الصعوبه وتعمل لها فولو اب، وطول ما انت شغال وبتعمل فولو اب وبتتابع، في حد بيعلمك، في سوبرفيجن ماسك حضرتك كده وبيعلمك وبيدرس لك وبيقول لحضرتك المفروض تعمل ايه والتصرف الصح هنا ايه، ولو باظت منك الحل ايه، وانت ماشي صح ولا غلط، في حد جايد معاك خلال ال5 سنين دول، ويمكن يبقوا اكتر كمان من كده. فيعني هو ده تبرير شويه يمكن نقول ليه ما بنشتغلش بالتقويم مباشره، وكمان ليه دراسه التقويم بتاخد وقت طويل قوي عشان اعرف. فلما حضرتك يقول لك تعال بص انت هتاخد معايا كورس تقويم 6 شهور هيديك الزتونه وتعرف تشتغل على طول، لا مش هينفع. ليه؟ ال6 شهور دول هيعلموك ان انت بس تشتغل الحالات اللي هي الفيري فيري 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 سيمبل فيري سيمبل. فاللي يقول لك بص انت تجي تاخد معايا 6 شهور ولا سنه واديك كل اللي انت محتاجه في التقويم وبس، لا، هو بيحط رجله يحط رجلك على اول الخط، كانك انت يعني بيزود لك على القشطه اللي انت قشطتها كده وانت طالب، واحده كمان او اتنين كمان بس تقدر تمارس اللي انت عملته وانت طالب. يعني المعلومات اللي انت بتدرسها في كورس الاندر جرادويت ده بيتشرح في كورسات بره على فكره، يعني فيكم اللي عايز ياخد كورس مع اي اسم من الاسماء اللي موجوده بره هتلاقي تاني بيرجع يرجعه ل 50 او 60% من المعلومات اللي موجوده في الكتاب. طب باقي الكتاب ايه؟ ما هو معلومات نظريه، لكن احنا بنكلمك ان الكورس اللي عايز يجي، يعني مثلا انتوا بتدرسوا الاوبرتيف في سنه، هو بيجي يشرحه لك يقول لك انا هشرحه لك في 3 ايام، هو بيركز على المعلومه العمليه، ولا على المعلومه العمليه اصلا 90% منها في الكتاب بتاعك، حتى الكلينيكال تيبس اند تريكس ما في الكتاب، نص الكلينيكال تيبس والتريكس اللي انا بشرحها لكم او بكلمكم عنها ما هي من الكتاب، بقول لك الكتاب قصده كده، بس انت مش واخد بالك ان ورا النص النظري ده في تطبيق عملي انت مش واخد بالك منه، يعني لازم حد يقوله لك او حد يوجهك ليه. فهو اللي بيعمله ايه الكورس بره؟ انه برضه بيعمل كده، بيجيب المعلومه ويقول لك بص اتفضل معايا ركز
سيبك بقى من ال 20 ورقه اللي كان اللي انت كنت ماسكهم وانديكيشن وكونتر انديكيشن وادفانتج وديسادفانتج وماذا لو وكل الحاجات الحفظ اللي انت عملت تحفظها وتعملها نيموريت والكلاسيفيكيشن كل ده سيبك من كل ده في سطر كده عايز تاخد بالك منه عشان لما تيجي تمسك الاداه تقوم ماسكها بالزاويه هو اصلا مكتوب في الكتاب والله في الكتاب بس مين يقرا ومين يهتم مين هيرجع تاني يقرا ما فيش هو بقى هو رجع تاني قرا وبعدين قال لك تعالى ناخد كورس تعالى ناخد بس ما فيش مشكله بسيطه جدا الموضوع بسيط يعني ابسط مما انت متخيل نفس الكلام هنا بنتكلم عليه اللي هيجي يديك كورس اورسو الجزء ده هيفيدك قوي قوي في فهم الكورسات لو انت حابب ان انت تستمر بره بس عشان تكون منصف وتنصف مرضاك وتنصف نفسك وعشان ما تحرضش نفسك لمساءله فوق طاقتك من مريضك انا مش بكلمك هنا من ما حدش هيجي يشتكيك مريضك ولا يشتكيك ما يعني لا تغرك العزه بالاسم وتقول بص انا خلاص اتعلمت انا خدت كورس يلا دوس بقى واعمل اي حاجه لا لازم في ليميتيشن لحدود المعرفه بتاعتك وفي ليميتيشن للكيسز اللي تقدر تشتغلها ومش ما تتوقعش انك هتشتغل 60 ولا 50 ولا حتى 40% من حالات القرص انت اخرك هيكون 20 او 25% من حالات القرص لما تاخد كورس اللي هو الكورس اللي على ايه على الله كده احكي يلا بسرعه انا مش بقول ان هي وحشه مش بقول الكورسات دي وحشه لا هي كويسه جدا وهتزود من الفيلد اللي حضرتك تقدر تشتغله يعني هي هتزود فرصك انك تشتغل اكتر حاله كنت هتبعتها لحد تاني لا انت هتقدر تشتغلها وهتقدر تشتغلها ما قلناش لا بس انت ما تتوقعش انك هتشتغل كل الحالات لا انت اقصى حاجه بالنسبه لك 25% من حالات القرص بس وتبقى حاطط ايدك على قلبك كمان ليه لان الباقي هتدوس فيه انت اللي هتعك والعكه فيه مش ما لهاش حل ما بنعرفش نحلها بقى يعني لو باظت الحل فيها بيبقى صعب جدا انا لو ساب المريض على وضعه يبقى احسن 100000 مره فدي يعني ايه كانت من باب الايه المعرفه او الباب اللي هو الشيء بشيء يذكر وضد يذكر حسنا وضد ان احنا نحاول ان احنا نضرب حضراتكم الامثال وان احنا نوجهكم من البدايه كده احنا هنعمل ايه والهدف منه ايه هذا ما كان متفقا فمن الله ما كان من خطا او نسيان فمن الشيطان الله يسامح حضراتكم تستفيدوا ماده علميه ان شاء الله تعالى هنتحدث معاكم عن التشابتر رقم 2 النورمال ديفلوبمنت اوف دنتيشن اند اوكلوجن ماذا يعني وايه الهدف منه وايه المعلومات اللي المفروض استقيها لشغلي انا او لعيادتي في المستقبل او حتى تعاملي مع مرضاي هذا ما سوف نتحدث عنه في المحاضره القادمه انا هشام السعودي وده كورس الاورثودونتيك من دكتور اتش